حالة أمنية مستقرة يعيشها المواطنون في محافظة المهرة، المدينة التي سميت بمدينة الأمن والسلام، وصف أهلها بأصحاب القلوب البيضاء، وذلك لنقاء قلوبهم وبساطة حياتهم، مما جعل المحافظة الملاذ الأنسب والمكان الأفضل للاستقرار المعيشي لكل أبناء اليمن، بعيدا عن ويلات الحرب وجحيم ميليشيا الحوثي. نحن في محافظة المهرة بالنسبة للأمن في هذه المحافظة، هو الأمن في كل المحافظات الجمهورية هو ضعيف جدا، معروف بالواضح يعني. ولكن نحن عندنا في محافظة المهرة نحمد الله ونشكره بتكاتف السلطة المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ محمد علي ياسر ومدير الأمن ومدير البحث الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية العسكرية وغيرها في هذه المحافظة، قاموا بدور كبير جدا خاصة خلال الفترة الأخيرة هذه في مكافحة المخدرات، وتعرضوا لكثير من الحوادث وتم القبض على مجموعة من هذه الآفة الخبيثة التي انتشرت في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات اليمنية. يعد تحقيق الأمن والأمان هدفا من الأهداف التي تسعى إليها السلطات والأفراد في محافظة المهرة، التي كانت ولا تزال متميزة باستقرارها المعيشي وموطن الأمن والأمان والطمأنينة، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ في المحافظة انتشار آفة المخدرات كظاهرة خبيثة ومدمرة بشتى أنواعها، ومنها مادة الشبو التي تعد الأشد خطرا وفتكا بحياة وصحة المتعاطي، وباتت الأكثر انتشارا من بين كل أنواع المخدرات التي تتسرب إلى البلاد في زمن الحرب. الحمد لله محافظة المهرة الوضع الأمني بشكل عام ممتاز جدا، ولدينا كثير من خارج المحافظة يأتون إلينا كون إنها محافظة آمنة ومستقرة، ونقول إن إيران تستهدف اليمن من ناحية تنشر إلينا مخدرات، ترسل إلينا مخدرات، وهذا يضر مجتمع اليمني ويضر مجتمع المهري بشكل خاص. من أبرز أنواع المخدرات تنتشر هي نوع من أنواع المخدرات وهو الشبو. هذه المادة أثرت في الشباب وأدمنوا عليها وانحرفوا وارتكبوا عدة جرائم من خلال التعاطي هذه المادة، من جرائم قتل وجرائم سرقات. المخدرات بأنواعها هدم وفتك بصحة الفرد والمجتمع، وهي آفة تهدد وتدمر الشعوب وتحديدا فئة الشباب والمراهقين الذين هم هدف عصابات ترويج المخدرات. إن مشكلة المخدرات بأبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية باتت غاية في التعقيد، ومن الضروري أن تتوحد وتتشابك الجهود الأمنية والإعلامية والثقافية والتربوية لتعزيز دور الوعي المجتمعي بأخطار هذه الظاهرة وأثرها التدميري على الفرد والمجتمع والدولة ككل. حمزة العواضي لقناة اليمن اليوم، محافظة المهرة.